تم صباح اليوم بالرباط افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة والتابع للاتحاد الأفريقي، وهو المرصد الذي أحدث باقتراح من الملك محمد السادس باعتباره رائد الاتحاد الأفريقي في موضوع الهجرة، والذي اقترح أيضا أن تحتضنه العاصمة المغربية الرباط. وفي تقريره إلى القمة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، كان الملك محمد السادس قد أكد أنه بفضل هذا المرصد ستتوفر أفريقيا على أداة للمساعدة على اتخاذ القرار. وأوضح التقرير أن المعطيات الدقيقة والقوية حول الهجرة تشكل أدوات ضرورية لإعداد سياسات واضحة وفعالة ومطابقة للواقع. كما أبرز التقرير أن المرصد الأفريقي للهجرة هو مؤسسة تابعة للاتحاد الأفريقي تتمحور وظائفها حول ثلاثة محاور تهم الفهم والاستباق والعمل، حيث تسمح أنشطة المرصد بطبيعتها التقنية والعملية بتكوين معرفة دقيقة بظاهرة الهجرة ورسم صورة أفريقية عنها والعمل على توحيد سياسة فعالة حولها. وشهد عملية افتتاح المقر السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والسيدة أميرة فاضل مفوضة الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية. احتضان هذا المرصد هو المرحلة الأولى. ثانيا، في علاقة المغرب بالاتحاد الأفريقي، بمجرد عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، القادة الأفارقة كانوا اختاروا جلالة الملك محمد السادس ك قائد في مجال الهجرة، واشتغل جلالة الملك على تقديم أجندة إفريقية للهجرة تم اعتمادها في 2018. داك الاستراتيجية كان فيها مجموعة ديال المعطيات، مجموعة من الاقتراحات، وكان أهمها هو المرصد، وهو اللي مازال كننتظروه، اللي هو يكون عند إفريقيا واحد المبعوث خاص أو واحد الوجه اللي دافع على الهجرة الإفريقية، بالإضافة إلى المرصد كآلية لتحصيل المعطيات وغيرها. إذن فهو من ناحية علاقة المغرب بالاتحاد الإفريقي هو عنده واحد الرمزية كبيرة، لأنه كيجي في إطار الفلسفة اللي كانت وراء هذه العودة، وهي أن يشتغل المغرب إلى جانب الدول الإفريقية، إلى جانب المفوضية، للدفع بالقضايا المهمة لإفريقيا، وقضية الهجرة هي أحد أهم هذه القضايا. هذا حدث هام كذلك، لأن بالنظر إلى القضية نفسها وما يمثله المرصد بالنسبة لقضية الهجرة، الهجرة هي في كثير من الأحيان une perception، واحد المنظور أكثر من نوع حقائق. يكفي أن بعض الصور في التلفازة ولا بعض المقاطع الفيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي باش كتخلق واحد الموجة، واحد تفكير حول الهجرة اللي هو مغلوط. الفكرة اللي كاينة اليوم من خلال المرصد هي أن الهجرة في إفريقيا يتم مقاربتها بطريقة هادئة عقلانية. والشكر أيضا لجلالة الملك وللحكومة المغربية لاستضافتها المؤتمر العالمي للهجرة في مراكش، وهذا المؤتمر هو الذي منه خرجت الاستراتيجية العالمية لمناقشة قضايا الهجرة في مجملها. ودولة المغرب دولة رائدة في وضع المعالجات لقضايا الهجرة في أفريقيا. أود أيضا أن أتوجه بالشكر للسيد وزير الخارجية السيد ناصر بوريطة، وأنا حقيقة أكرر له الشكر في قضايا الهجرة وفي مجالات أخرى للتعاون ما بيننا وبينه. فالمغرب قد استضافت العام الماضي الألعاب الإفريقية، وهذا حدث كبير يحدث كل 4 سنوات، وكان يعني كان حقيقة يعني منشطا كبيرا ناجحا جامعا، شاهدته ملايين الأسر عبر التلفزة في بيوتها في كل البقاع في إفريقيا وخارج إفريقيا.